أجمل ما غنى. اشتقت لك حبيتك قد الدنيا أنا بغني لها وبدق لها بالعكس 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 يا عمري لا يا حياة قلبي مبروك بحب الناس الرايقة يا مسهر عيني خليني معاك قوم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قلبي مان قلبي وجعني بيوم الوداع مجنون غنى مع الدكتور عماد عبيد هالتنين وكل تنين الساعة 5 بعد الظهر على لبنان الثقافة. أجمل ما غنى. أجمل ما غنى. مرحبا. أول تنين وأول حلقة بال 2016 ينعاد على الجميع بالخير، وإن شاء الله بتحمل هالسنة 365 يوم من الفرح والسعادة والأمان. جوني حمصي هابي نيو يير، وإن شاء الله بتكون عريس 2016 شوفي شي منه. حلقتنا اليوم من أجمل ما غنى مع البوب ستار رامي عياش، هالفنان اللي ابتدى من ظهور استوديو الفن نجم وما زال عم بيثبت حاله نجم على الساحة الفنية اللبنانية والعربية. رامي عياش اللي اسمه الحقيقي رامي أبو عياش، واللي ولد ب 18 آب 1980 من بعقلين بلبنان. شو هن أجمل أغنيات رامي عياش؟ رح نستعرضها أنا وياكم بهالحلقة ضمن أجمل ما غنى. أجمل ما غنى. ومثل العادة أسبوعين على www.radioliboculture.com/vote كانت صور وأسماء أغاني رامي عياش منتشرة على الموقع الإلكتروني، والتصويت نار، وأغاني يمكن تتفاجأوا أنه موجودة بهالمراتب العشرة، ويمكن لا ناطرين شي أغنية وما رح تكون موجودة. كل هالأمر بنتيجة شغلتين، الأمر الأول هو تصويتكن على الموقع الإلكتروني، والأمر الثاني هو نتيجة الأحصاءات الميدانية اللي بيقوم فيها فريق أجمل ما غنى، وبتنزل صبية كتير حلوة على الشارع اللبناني وبتسأل برأيك شو هي أجمل أغاني البوب ستار رامي عياش. حملة ورقة وقلم وأغاني رامي، وهل مشترك أو الموجود على الطريق بيكفى أنه يحط علامة إكس على الخانة المناسبة، ونحن منجمع الأرقام ومنجمع الأصوات والنتيجة منعرفها مثل اليوم كل تنين ساعة 5. رح ننطلق بحلقة البوب ستار رامي عياش بالمرتبة العاشرة اللي بتحتل أغنية بدي أفرح فيكي. أفرح فيكي هالأغنية اللي غنيها سوبر ستار رامي عياش احتلت المرتبة العاشرة، وأكيد حسب تصويتكم نسمع سوا. أنا جاي ليلي أفرح فيكي وغنية حبي رح غنيكي وأقدم لك حالي وقلبي الغالي وشو عبالي أنا حبيبك أنا أنا جاي الليلة افرح فيكي وغنية حبي رح غنيكي وأقدم لك حالي وقلبي الغالي وشو عبالي أنا حبيبك أنا بدي افرح يا ناس بدي بعيني هدوم بدي بحضر الأحساس ارسم عالشمس قلوب إن شاء الله اتوفق فيكي وإن شاء الله وعمري أعطيكي ويا
رامي أصغر أخواته الثلاثة وترعرع ببعقلين لبنان وأكمل الدراسة الثانوية بلبنان. عام 1996 فاز بستوديو الفن لأدائه المتميز ونال الميدالية الذهبية، وكان بوقتها بالبروموسيون تبعوله فارس كرم، سوزان تميم والمخرج سيمون أسمر أثنى على رامي، وكان رامي وقتها تحت السن القانوني، ما كان عمره 18 سنة، وكمان أصدر أول ألبوماته. أول ألبوماته كانت والله، وأبرز ما غنى من خلاله أغنية اشتقت لك. أغنية اشتقت لك أكيد بمرتبة من المراتب، بأي مرتبة تابعونا تنعرف سوا خلال حلقتنا وحلقة أجمل ما غنى البوب ستار. بعد ما شفنا أنه افرح فيك احتلت المرتبة العاشرة، المرتبة التاسعة بتحتل كمان أغنية من بدايات رامي عياش، رائع في حبك رائع لو تعذبني. نتذكر سوا رائع لاحتلت المرتبة التاسعة ضمن أجمل مغنى رامي. رائع في حبك رائع لو تعذبني، رائع في حبك رائع لو تذوقني، مرك مرك أقول لك رائع رائع معنا رائع. وانت رائع يا رامي باخلاقك وفنك. رامي مثل ما سبق وذكرت ولد ب 18 اب 1980، وهو مغني لبناني. ولدته عايدة قيس ابو عياش تميز من خلال مشاركته ببرنامج استوديو الفن بموسمه 1996-97، وفاز بالميدالية الذهبية، وتم التعاقد معه والمنتج مروان أبو الغنم صاحب ومدير شركة ميوزك بوكس واستوديو الفن سيمو أسمر، اللي بينوب عن الفنان رامي عياش بموجب وكالة عن والده، كونه مثل ما كمان سبق وذكرت أنه كان تحت السن القانوني وكان عمره وقتها 17 سنة. وأول أغاني كانت لعيونك بدي غني وأغنية بغني لو بدي إلا، من ضمن أفضل الفنانين العرب، واكتسب وقتها شعبية كبيرة بفترة كتير قليلة. وأغنيته بحب الناس الرايقة كانت من ضمن الأغاني اللي حبها الناس وعاشوا معه بقلوبهم، من شخصية رامي عياش اللي معروف عنه بأنه شخصية قوية وجذابة وبحب عمله كتير، مهضوم خفيف الظل، وهذا اللي خليه يكون محبوب من طرف الجميع. وحب جمهور رامي عياش أنه يصوت له ضمن برنامج أجمل مغنى، ووقت عرفوا فانز رامي أنه فنان اللي رح نبحث بأرشيفه هو البوب ستار، كان في تعليق واحد أنه كل أغاني حلوة وصعبنا الاختيار. ولأنه صعبنا الاختيار، المرتبة الثامنة حسب تصويت الجمهور وحسب الأحصاءات نلتها أغنية الله يكون معك. الله يكون معك احتلت إذن المرتبة الثامنة ضمن أجمل مغنى البوب ستار رامي عياش، وبنتذكرها سوا. الوداع يا غالي سارق معك حالي، دارك وجع قلبي والضياع. Hey.
مسيرته الفنية غنى رامي أغاني كتيرة، من خليني معاك، عيني على الغرام، وردية، يا مسهر عيني، بنت الجيراني، يعني أغاني كلهم معروفين وكلهم فعلا يعني اللي قالوا المستمعين أنه الأغاني كلها حلوة والتصويت صعب عليهم، بفهمكن أكيد، ولكن هيدا هي شروط البرنامج. ولأن رامي غنى أغاني كتيرة بدي أطلب منك جوني لو سمحت إذا فينا نسمع أغنية الوطنية اللي غناها رامي، وطن الشعب ما بيموت، تحية وطنية من رامي عياش. هالأغنية ما طلعت بمركز أو مرتبة من الأغاني اللي رح نستعرضها بأجمل ما غنى رامي عياش، ولكن لازم نتوقف عندها وهيك نلقي الضوء على وطنية رامي من خلال صوته. نسمع وطن الشعب اللي ما بيموت من رامي عياش ومنتابع لقائنا. وطن الشعب اللي ما بيموت، العب يبني للحق بيوت، لازم هلا تعلن حبك، الفقش مواجهك لك بعلبك، من كل جنوبك لشمالك، لبس طرحك استقلالك، التحية الوطنية بصوت رامي. من تابع حلقتنا الحلقة الأولى بعام 2016 مع البوب ستار رامي عياش، ورح نبدأ بجولة على ألبومات رامي اللي أصدرها بمشواره الفني. البداية مع رائع، هالأغنية اللي احتلت معنا المرتبة التاسعة، كانت عنوان ألبوم اللي أصدره عام 1998 من إنتاج ميوزيك بوكس انترناشنال، معجزة 1999 مع نفس الشركة قبل ما ينتقل لشركة روتانا عام 2000 وديوان الحب. والله بال2001 كمان مع روتانا قلبي مال روتانا 2002، يا مسهر عيني 2004، وحبيتك أنا 2007 من إنتاج روتانا، قبل ما ينتقل لغرامي بال2010 وشركة ميلودي. أما منوعات نبقى سوا بال2011 واغمرني تعيش بال2012 من ART Music. بالعودة لأجمل ما غنى رامي عياش بمشواره الفني، منوصل لمستمعينا أنا وياكم للمرتبة السابعة، وبتحتل أغنية عارفينو. أكيد عارفينك ما أنت رامي عياش، نتذكر عارفينو بصوت رامي عياش اللي احتلت المرتبة السابعة بأجمل ما غنى البوب ستار. عدد أيام
بين أغاني قديمة وأغاني جديدة متنوعة حلقتنا، والمرتبة السابعة منا لعارفين وحدة، فبتتقاسم مع أغنية قديمة لرامي أصدرها من بدايته. مثل ما سبق وذكرت، أول أغاني كانت لعيونك بدي غني، وأغنية بغني لا وبدأ إلا، وفعلا بغني لا وبدأ إلا وغير بحبك ما بإلا، احتلت المرتبة السابعة ضمن أجمل مغنى رامي عياش. بنسمع سوا بغني لا وبدأ إلا. بغني لا وبدأ إلا وغير بحبك ما بإلا، بغني لا وبدأ إلا وغير بحبك ما بإلا، حطها عراشي من فوق قدام العالم كله. وغير بحبك ما بإلا، بغني لا وبدق إلا وغير بحبك ما بإلا، بحط عراشي من فوق قدام العالم كله. يعني مغير شوي صوته لرامي بين رائع وبغني لا وبدق إلا وبين الأغاني اللي عم بنزلهم حاليا، قلبي وجعني وعلى ناس وناس وغيرها من الأغاني. يمكن واحدة منهم محتلة ايه المراتب المتبقية. قبل ما ننتقل للمرتبة السادسة، خلينا نقوم انا وياكم بجولة على الفيديو كليبات اللي صورها رامي خلال مسيرته الفنية. اول اغنية صورها هي الاغنية اللي سمعناها من لحظات واحتلت المرتبة السابعة، بغني لا وبدأ لا، من انتاج ميوزيك بوكس، وكانت تحت اخراج سيمو اسمر. لعيونك بدي غني مع المخرج يونس قطيف، رائع في حبك مع حازم صليبي، معجزة مروان بركات، والآه إلي غريب، سواد النني جيز أحلان، خد حرير سعيد المروق، عارفينه كمان احتلت المرتبة السابعة سعيد المروق. وقبل ما تابع الأغاني اللي صورها رامي على طريقة الفيديو كليب، خلينا هيك نروح أنا وياكم شوي على المرتبة السادسة وأغنية أو أغنيتين. أغنية واحدة بتحتل المرتبة السادسة وهي أغنية طال السهر. نسمع سوا بالنمبر 6 طال السهر ورامي عياش. طال السهر على بالي اخفى، إلا بعيونك قلبي ما بيدفى، مع إنه يمكن حبك يقتلني، لكن ما في إنك أشفى. آه آه شو بحبك، آه دخلك بدي وجعي إنسى. سمعنا طال السهر، وقد ما طال السهر معك ومع صوتك يا رامي وأعمالك بيكون الجو كتير حلو، ونحن مبسوطين كتير أنه عم نستعرض أعمالك خلال حلقتنا اللي خصصناها لإلك ضمن أجمل ما غنى. وقبل ما سمعنا طال السهر كنا عم نشوف الأغاني اللي صورهم رامي، ووصلنا لعارفينه مع سعد المروق، يا حبيبي قلبي مال سعد المروق، اشتقتلك قد الدنيا سعد المروق، الله يكون معك كمان سعد المروق، وبهواك سعد المروق. مع يم سهر عيني غير عن سعيد وانتقل لكارولين لبكيت، يرجع مع سعيد بخليني معك، وبيرجع مع كارولين بحبيتك أنا. كان له تعامل رامي مع إيميل سليليتي وكمان توني أهوجي، وهيك اللي تصورت بالبسي وديو اللي جمعوا مع هيفا وهبة عم بحلم فيك، افرح فيك اللي احتلت المرتبة العاشرة، صورها مع فابيان دوفيس، مجنون مع أنجي جمال، وجبران غمرني تعيش
كمان مع انجي جمال تيرجع مع سليم الترك وبحب الناس الرايقه هديو اللي جمعوا مع احمد عدويه. نبقى سوا ديو اللي جمعوا مع مايا دياب مع المخرج كاميل طانيوس ويلا نرقص مع المخرج فادي حداد. وبعد هالجوله على الكليبات اللي صور رامي عياش خلينا ننتقل للمرتبه الخامسه اللي بتحتلها غنيتين غنيهن رامي، والملاحظ انه اثنيناتهم مغنيهم ديو مع أشخاص. واحدة منهم الناس الرايقة اللي غنيها مع الفنان المصري أحمد عدوية، هالفنان الكبير اللي كتار بحبوا يغنوا ديو معه، منهم نصيف زيتون إذا مش غلطان بحب ديو مع أحمد عدوية، ولكن رامي عياش قدر يغني الناس الرايقة هالديو ومنتذكروا سوا واحتل حسب تصويتكم مستمعينا المرتبة الخامسة. مش كل من جاله في يوم الشيء زيادة ونا على فرشي هيكون مالع كلفنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد يجوع زالة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة ده أنا لأ ماليش في دول. وماليش في الدمع ده لا ولا في الناس الشيالة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. وماليش في الدمع لا 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 ولا في الناس الجيالة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. أما الديو التاني اللي اتقاسم الناس الرايقة المرتبة الخامسة هو ديو اللي جمعوا مع عبير نعمي وتحت إشراف المؤلف الموسيقي جامري رياشي. بالعكس نسمع سوا رامي عياش وأجمل مغنى والمرتبة الخامسة ديو بالعكس. قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس. مين قالك يا حياتي بنساك لحظة بحياتي، هواك مالي أوقاتي بالعكس بالعكس بالعكس. إذا كان بدك تتسلي ولقيتيني موضوع قابل، ضلي بعيدي عني ضلي لا تراضيني لا مش قابل. بدك تعتذري مني والله اللي قالوا عني مغرور، ايه مغرور تيشوفوا اني بالعكس بالعكس بالعكس. يعني بلشنا الصراعات وبلشنا تتقاسم المراتب أكثر من أغنية، وبرجع بذكر هون أنه كل ما نلاقي مرتبة فيها أكثر من أغنية هيدا دليل على التصويت الفعلا اللي ما بيكون في تلاعب فيه. وقت نجمع أصوات التصويت اللي صدر على www.radioliban.com/vote خلال أسبوعين، ومنجمع الأحصاءات الميدانية اللي بيقوم فيها فريق العمل وقت ينزل على الشارع ويقوم بعملية أحصاء بعد الفرز والجمع والطرح وكل هالأمور الحسبية، في أغاني كتير بتتعادل، ومن هالأغاني شفنا بالمرتبة الخامسة الناس الرايقة وبالعكس، وبالمرتبة الرابعة ثلاث أغاني نيلو العلامة هي زيتها. أكيد واحدة منهم بتتفوق بالتصويت على الموقع الإلكتروني وغنية تانية بتصويت الجمهور، ولكن النتيجة أن ثلاثتهم نالوا الأصوات هي زيتها. شو هي؟ تباعا
قلبي وجعني، هالأغنية اللي كتبها الشاعر نزار فرانسيس وكانت جنريك فيلم باباراتزي اللي مثله رامي عياش مش من زمان كتير. قلبي وجعني بتحتل المرتبة الرابعة ومع أغنيتين، شو هن يا ترى؟ نسمع قلبي وجعني ومنرجع منعرف شو هن اللي تقاسموا معها المرتبة الرابعة. عم تضحكي وقلبك حزين، صار البكي لون الحنين، قلبي انكسر حتى الصور عم بتقول ما حدا بيبقى على طول. قلبي وجعني بيوم الوداع، حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع، حتى الوفا شفته انطفى قدام عيني اختفى، صوتي قتلني لما قال الوداع. قلبي وجعني بيوم الوداع، حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع، حتى الوفا شفته انطفى قدام عيني اختفى، صوتك قتلني لما قال الوداع. إذا كانت قلبي وجعني جديد رامي عياش احتلت المرتبة الرابعة، فالأغنية الثانية هي أغنية قديمة شوي ولكن فعلا تركت بصمة بمسيرة رامي عياش وحددت له انتشار كبير على المستوى العربي والعالمي، حتى الغرب صاروا بيرددوا هالأغنية مع رامي عياش وإجا الكليب يثبتها أكثر وأكثر. يا حبيبي قلبي مال، حسب تصويتكم مستمعينا وصلتوا هالأغنية للمرتبة الرابعة. نسمع سوا قلبي مال والمرتبة الرابعة. يا حبيبي قلبي مال، وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. يا حبيبي قلبي مال، وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. وانا صبر الضال، وانا حالي صارت حال، يا حبيبي قلبي مال، يا حبيبي يا حبيبي. وانا صبر الضال، وانا حالي صارت حال، يا حبيبي قلبي مال، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قلبي مال. بعد قلبي وجعني وبعد قلبي مال، في أغنية أنا صراحة إذا بترجعوا لرأيي لازم تكون نمبر وان، ولكن هيدي هي شروط اللعبة وهيدي هي شروط البرنامج. القرار بين إيديكم أنتو، وأنتو قررتوا مستمعينا أن أغنية حبيتك أنا تكتفي بس بالمرتبة الرابعة، مع أنه أغنية فعلا رائعة. حبيتك أنا رح نتذكرها سوا، وبتتقاسم قلبي وجعني وقلبي مال المرتبة الرابعة. حبيتك أنا رامي عياش. حبيتك أنا، ضل تذكر هالكلمات، حبيتك أنا، حبيتك أنا، مش حلوي منك بالذات اتعذب انا، لاني انا ما في شي لك لحظات من قلبي انا، يا قلبي انا، لا تنسى دموع الليلات حبيتك انا. ضل تذكر هالكلمات، حبيتك أنا، حبيتك أنا، مش حلوي منك بالذات اتعذب أنا، لأني أنا ما في شي لك لحظات من قلبي
أنا يا قلبي أنا لا تنسى دموع الليلات حبيتك أنا. فعلا أغنية حبيتك أنا رائعة، وإذا بترجعوا لرأيي أنا كنت حطيتها بالنمبر وان، مع أنه يعني الأغاني اللي جايين بالمرتبة 3-2-1 كمان حلوين كتير. هودي أغاني رامي وبيعرف يختار شو يغني. كمان غير ألبوماته رامي أصدر أغاني منفردة، منها أجمل بنت بهالدني، اشتغلك وياي، بالعكس رامي وعبير نعمة هديو اللي احتل بأجمل مغنى المرتبة الخامسة، حبيب القلب، بلغي كل مواعيدي تجديد لهالأغنية اللي أغنيها الموسيقار ملحم بركات، بلغي كل مواعيدي كمان بصوت رامي عياش، قلبي ميت وليه، هن الأغاني المنفردة اللي أصدرهم رامي، بالإضافة أكيد للأغاني اللي عم نسمعهم بسنة الماضية بعام 2015، يلا نرقص، قلبي وجعني، وعلى ناس وناس. بعلن على المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة اللي وصلنا لها كمان غنيتين بيتقاسموها، وهن أغنية يلا نرقص، الأغنية اللي أصدرها بال 2015 وصورها مع المخرج فادي حداد. يلا نرقص احتلت المرتبة الثالثة. مع أي أغنية؟ يلا نسمع يلا نرقص، وبعدها بعلن أي أغنية تقاسمت معها هالمرتبة. قم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هوا، خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي، أنت نولع الليل أنا وياك. قم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، رح خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي. يعني ميزة رامي عياش أنه بغن الفرح، بغن الرقص، كلنا بنرقص، بغن الحب، بخلينا نعيش حالة الحب. ومع يلا نرقص وبعد ما رقصنا مع رامي، خلينا نروح هيك مع جولة رومانسية، وما بدي شي، هالأغنية اللي احتلت المرتبة الثالثة، نتذكرها سوا. ما بدي شي، ما بدي شي غيرك حبيبي بهالدنيا، ما بدي شي، ما بدي شي، ما بدي شي غيرك حبيبي بهالدنيا، ما بدي شي. وإذا بدك تتسلى جرحني وعجروح امشي، الله يساعدني حبك أكبر مني، لو بدك تحرقني ولك حرقني ما علي شي، الله يساعدني حبك أكبر مني، لو بدك تحرقني احرقني ما علي شي. رامي عياش بمشواره الفني سمعنا أنه جدد أغاني بصوته وغنى لغيره، مثل ما غنى بلغي كل مواعيدي لملحم بركات، غنى كمان اعتزلت الغرام لماجد الرومي بصوته، وكمان جدد أغنية ياريت بترضي ياريت لربيع الخولي اللي صار الأب توني الخولي. والأب توني مثل ما بنعرف أنه حب هالأغنية بصوت رامي، وحب كتير بالكليب هيك اللي شفناه على الشاشات، تحية للراهب اللبناني الأب توني الخولي. نحن كمان منوجه لك تحية. وما دام عم نحكي عن هالأغنية جوني، فينا نسمع مقطع من ياريت بترضي ياريت بصوت رامي؟ نسمع لكن ياريت، ومنتابع المراتب المتبقية بحلقة رامي عياش وأجمل ما غنى. ياريت بترضي ياريت حبيبة قلبي تكوني، بأمر لك
بعيوني بان حيطان وريف شفوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بأمر لك بعيوني بيت حيطان ريف شفوني يا ريت بترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني بأمر لك بعيوني بيت حيطان وريف شفوني يا ريت ترضي يا ريت حبيبة قلبي تكوني عمر لك بعيوني بيت حيطان وريف شفوني. يلا يعني حبيناها بصوت ربيع الخولي وكمان طلع حلو بصوت رامي عياش. بنتابع لقائنا وبنوصل للمرتبة الثانية، والأغنية اللي بتحتل المرتبة الثانية هي أغنية غمرني تعيش. غمرني تعيش أو جبران اللي كمان صورها على طريقة الفيديو كليب مع أنجي جمال. هل أغنية حسب تصويتكم مستمعينا وصلتوها للمرتبة الثانية؟ نتذكر سوا غمرني تعيش وأجمل مغنى رامي عياش. غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، معك برتاح معك ما بخاف، معك برتاح معك ما بخاف، وبحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك، وبحبك مثل مفتون مثل جبران عم بكتبك، بحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك، بحبك مثل مفتون مثل جبران عم بكتبك، مثل نحات مثل عواد مثل دومي مثل دوفا لحن خلق لحن عليك لحن خلق لحن عليك لحن خلق ولحن عليك لحن خلق لحن عليك لحن خلق لحن عليك شارك رامي عياش بمهرجانات عربية كبيرة وكتيرة، منا مهرجان قرطاج سوسة بتونس، مهرجان جرش بالأردن، مهرجان هلا فبراير بالكويت، مهرجان دبي للتسوق بالإمارات العربية المتحدة، مهرجان موازين بالمغرب، مهرجانات بعلبك وبيت الدين بلبنان، ومهرجانات أخرى بالدول العربية والدول الأجنبية ودول الاغتراب. وكان صوت رامي صوت اللبناني اللي جمع حوله كل اللبنانية بكل الأوطان بأوطان الانتشار، وقتها كان يروح يحيى وما زال يحيى حفلات هناك. ومن الأغاني اللي تركت بصمة بمسيرة رامي عياش الفنية هي أغنية بترفقنا بكل المناسبات، هو غنيها بفرحة خيو ولكن ما كان عارف أنه رح يغنيها بكل الأفراح وبكل المناسبات، من غنيها بالأعياد بالزواج بنقص الكيك عليها، أغنية مبروك يا حياة قلبي مبروك. هالأغنية كمان صوتتوها لمستمعينا كتير ووصلتوها تكون بالمرتبة التانية وتحتل وتتقاسم هالمرتبة مع غمرني تعيش. مبروك بصوت رامي عياش، ومبروك لقلنا صوتك يا رامي. نسمع سوا مبروك والمرتبة التانية ضمن أجمل مغنى البوب ستار. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلو
عياش رغم كل الإشاعات وكل الأخبار وكل الانتقادات وكل اللي صارت بحياتك الفنية، بدنا نقولك أنه نحن منحبك ومنحب فنك ومنقدر التزامك. كمان بدنا نقولك أنه ناطرينك بال2016 بتجربتك بالمسلسل التلفزيوني أمير الليل، وهو مسلسل تاريخي مكون من 60 حلقة وبترجع أحداثه لفترة الأربعينات بلبنان من إخراج فادي حداد. وكمان بلشنا نشوفك بأول تجربك السينمائية بالفيلم اللبناني باباراتزي. يعني البوب ستار نجح بالغناء ونجح بالفيديو كليب وعم بيثبت حاله كممثل كمان. ما بنعرف شو مخبيط لنا الايام مع رامي عياش، بنترك السنوات. وخلينا نقول هون كمان على سيرة اغنية مبروك اللي سمعناها من لحظات، مبروك للبوب ستار لانه بال2016 رح يسمع كلمة بابا، فالف مبروك يا رامي، وان شاء الله دايما بالنجاحات على كل الاصعدة ان كانت عائلتك الصغيرة أو نجاحاتك الفنية. ومنختم لقائنا مستمعينا مع الأغنية اللي تربعت على أجمل مغنى رامي عياش. مثل ما دايما بقول، القرار بإيدكن وحدكن، وأنتو صوتوا وأنا علي بس أعلن النتيجة. والنتيجة بتقول أن الأغنية اللي احتلت المرتبة الأولى وأجمل مغنى رامي عياش هي أغنية اشتقت لك قد الدنيا. نسمع اشتقت لك، وهون نحن عم نسمع هالأغنية بدي ودعكن، بدي أقول شكرا لجوني حمص من غرفة الكنترول اللي برافقنا بكل حلقات أجمل مغنى، وكمان تحية لكل المستمعين ولكل اللي بيدخلوا على الموقع الإلكتروني وبصوتوا لأغنيتهم المفضلة. وبدي لكم مثل بداية الحلقة، إن شاء الله 2016 تحمل كل الخير والبركة على لبنان وعلى كل شخص منا، ونشوف أيام حلوة ومزدهرة لأن بحاجة كلنا نعيش الفرح. زهقنا من الحرب، زهقنا من الزبالة، زهقنا من كل الجو المتشنج، وزهقنا من الإرهاب، وزهقنا من كل شيء أسود. بدنا نعيش الأبيض، بدنا نعيش الفرح. إن شاء الله هالسنة تحمل كل شيء حلو مع على أمل نلتقي التنين المقبل. وأجمل ما غنت الفنانة يارا، ولكل محبينا يلا فوتوا من هلأ على www.radiolibanculture.com/vote وصوت لأجمل الأغاني اللي غنتهم يارا خلال مسيرتها الفنية. الموعد بيتجدد تنان المقبل، باي. أجمل ما غنى. اشتقت لك قد الدنيا، قد الدنيا، قد الدنيا، وبحبك قد الدنيا، قد الدنيا، قد الدنيا. لما اشوفك ما بعرف شو بصير، بغمرك بتلبك بحبك وبطير. لما اشوفك ما بعرف شو بصير، بغمرك بتلبك بحبك وبطير. اشتقت لك، اشتقت لك، اشتقت لك حبيبي كتير. اشتقت لك، اشتقت لك، اشتقت لك حبيبي. قد الدنيا، قد الدنيا، قد الدنيا، وبحبك قد الدنيا، قد الدنيا، قد الدنيا. بدي شوفك، بدي كون حدك، غافي عيدك طفل صغير. بدي شوفك، بدي كون حدك، غافي عيدك
طفل صغير. اشتقت لك آه اشتقت لك آه اشتقت لك حبيبي كتير. اشتقت لك حبيبي مع الدكتور عماد عبيد هالتنين وكل تنين الساعة 5 بعد الظهر على لبنان الثقافة. أجمل ما غنّى.